إذا قيل هل ترك العلم سبب لتضيع الدين ثم لتضيع الدنيا؟ فقل نعم. ما ترك أحد العلم الشرعي الذي يحتاج إليه حاجة ضرورية إلا وهلك دينه، وإذا هلك دينه هلكت دنياه. ما تبقى دنيا إلا بدين، ما تبقى دنيا إلا بدين. والدليل ما جاء في الصحيحين في قصة من قتل 99 نفسا، فدل على عابد لكي يتوب، فقال ذلكم العابد لكنه جاهل، قال مستعظما لما صنعه من قتل هذه الأنفس، قال ليس لك توبة، فكمل به 100. فانظر رعاك الله، لما لم يكن عالما ضيع دينه، إذ منع هذا الرجل من التوبة وضيع دنياه، إذ أزهقت نفسه. وما ترون من فتن في هذا الزمن من قتل الأنفس وزهق الأرواح، إنما تلك الفتن فتن الدماء، فتن الشبهات، فتن الشهوات، إنما هو بسبب عدم العلم. في الصحيحين يقل العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن، ثم ما الذي بعدها؟ ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل الله بالعلم الشرعي.